حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن الشخص اللي بعيد عنك، الشخص اللي ما بيتكلمش معاك، الشخص اللي مرة واحدة عمل معاك مشكلة ومشي، او انت عملت معاه مشكلة ومشيت. يعني مين اللي بعد او مين اللي ساب التاني عادي، المهم ان يكون دلوقتي في بينكم بعد، في بينكم عدم كلام. بتراقبوا بعض، ما بتراقبوش بعض، تعرف اخباره عن بعض، ما تعرفش اخباره عن بعض. احنا النهارده هنعمل قراءه عن الشخص ده عامل ايه في بعدك عنه. هل في حد تاني دخل في الطاقه بتاعته؟ هل في حد تاني هو مشغول بيه حاليا، ولا هو مشغول بيك انت وبيفكر فيك انت؟ طيب الشخص ده خلاص كده هيبتدي حياته، او خلاص اخد قرار ان هو يبتدي حياته من غيرك، ولا هو عاوز انه يرجع لك تاني او تكونوا مع بعض مره اخرى؟ تمام. الشخص ده ممكن يكون بالنسبه لك معجب، يعني كنتم معجبين ببعض ومره واحده ما بقاش بينكم كلام. ممكن يكون الشخص ده بالنسبه لك كنت مرتبط بيه وانفصلتم عن بعض، ارتباط او خطوبه او زواج. المهم ان يكون كانت بتربطكم علاقه، تمام، علاقه اعجاب، علاقه ارتباط، علاقه خطوبه، علاقه زواج، ايا كان. ودلوقتي هو بعيد عنك، وعايزين نعرف الشخص ده هو عامل ايه بعدك عنه، وكمان هناخد رسائل او كلمات من قلبه دلوقتي ليك، وعاوز يقول لك ايه او في قلبه ايه ناحيتك، ونشوف الشخص ده عاوز يرجع لك مره اخرى ولا لا، وهل الطاقه قريبه ولا بعيده. القراءه دي هتبقى باول حرف من اسم الشخص او باختيار الاحجار. الحجر الاول هيكون حجر العقيق الابيض، مجموعه رقم واحد. تمام. مجموعة رقم اتنين هتكون بحجر الريد جاسبر. اوكي، او باختيار اول حرف من اسم الشخص. طيب بالنسبة برضو للناس اللي فازت في القراءة اللي فاتت، هجاوبكم اخر الفيديو ده. قراءتين، يعني شخصين هجاوبهم اخر الفيديو ده ان شاء الله. استنى، وبرضه لو انت عاوز تفوز الفيديو الجاي، تكتب في اول ربع ساعه من نزول الفيديو السؤال بتاعك وبرجك وبرج الشخص واسمك واسم الشخص، ولو ما تعرفش برج الشخص عادي. اوكي. طيب والحاله ما بينكم ايه؟ يعني حاله مرتبطين، بعاد عن بعض، كراش، يعني ايه الحاله ما بينكم؟ تمام. طيب تعالوا كده نبتدي القراءه، وكمان لو حد محتاج يحجز قراءه مدفوعه يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت عندكم في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده بقى نبتدي. مجموعة رقم واحد، الناس اللي اختارت حجر العقيق الأبيض أو بأول حرف من اسم الشخص، تعالوا كده نشوف طاقتكم انتوا دلوقتي عاملة ازاي. طاقة مجموعة رقم واحد دلوقتي عاملة ازاي؟ اوكي. ده انتوا من اولها كده، يعني ليه كده مجموعة رقم واحد؟ انتوا في حالة اكتئاب شديدة جدا وتعبانين قوي قوي، حاسين ان حياتكم يعني كل حاجة فيها مش ماشية، بتنهار. يعني الامور بتاعتكم كلها مش ماشية، يمكن امور عملية ويمكن امور عاطفية. تمام. حاسس ان الدنيا يعني مفيش حاجة بتاخدها منها، يعني كل اللي انت عاوزه ما بتاخدوش، بيبقى عندك امل في حاجات وفجأة مرة واحدة تلاقي الامل ده راح منك. عندكم مشكلة في امور مادية وعندكم مشكلة في امور عاطفية، ولكن انت من جواك شخص قوي جدا ومش بتظهر للناس غير بالشخصية القوية. يمكن انت دلوقتي في حالة من البعد، لان انت دلوقتي في لحظة فيها زي هزيمة او في لحظة فيها انهيار، فعاوز تكون لوحدك، مش عاوز تبين للناس ان انت تعبان. لما تحب تظهر تاني تظهر بشكلك القوي، تظهر بشكلك اللي هم متعودين عليه، لكن طول ما انت تعبان، طول ما انت نفسيتك مش كويسة، بتحب ان انت تبعد، وانت يمكن دلوقتي في فترة بعد عن الناس. تمام. شايف اهو طاقة الفايف اوف كابس. يمكن انت زعلان من شخص بتحبه، يمكن انت دلوقتي زعلان ان الشخص ده هو بعيد عنك، في زعل على علاقة عاطفية الفترة دي. تمام.
حاسس بالفشل، يمكن ما قدرتش ان انت تكمل في العلاقة دي، ما قدرتش ان انت تعدي الصعاب، او الشخص اللي معاك ده يعدي الصعاب معاك، او ايا كان، انت حاسس بالفشل في العلاقة دي وندمان وزعلان. طيب ممكن تكون ندمان ان انت عرفت الشخص ده، ممكن تكون ندمان ان انت بعيد عن الشخص ده دلوقتي، وان ما حصلش ما بينكم مثلا علاقة، العلاقة طولت، او مثلا انتوا كنتوا مرتبطين يعني الموضوع يروح بعد كده لخطوبة لزواج، لا هو يمكن وقف على الارتباط ده وانتهت العلاقة بينكم انتوا الاتنين. كمان شايفة امور مادية يمكن مش كويسة، ويمكن ده برضو مؤثر على نفسيتك، ولكن في امل، في امل جاي ان شاء الله بمجموعة رقم واحد، وفي استشفاء قوي بإذن الله لكل اللي انت بتمر بيه دلوقتي، جايلك استشفاء قريب قوي. طب يبقى اول الطاقه طلع للزطار، اخر الطاقه طلع كارت الاستشفاء الرائع ده. فمعنى ذلك ان انت دلوقتي يمكن في مرحله مش كويسه، بس قريب جدا 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 طاقه قريبه هتطلع من الطاقه دي، وهيتحل جميع المشاكل سواء عمليه سواء عاطفيه، اي حاجه انت بتمر بيها وتعبان منها هتتحل. تعالوا كده ناخد كروت من كروت الانرجي ونشوف طاقه مجموعه رقم واحد عامله ازاي دلوقتي. تعالوا كده نشوف. الله. انت عندك الشاكرا الرابعة فيها خلل، ودي شاكرة القلب. يمكن انت بيجيلك وجع في القلب، بيجيلك مثلا نغزات كده، ضربات قلبك سريعة الفترة دي. يمكن انت مش قادر مثلا ان انت ترجع للشخص اللي هو في حياتك او كان في حياتك، مش قادر تكلمه، او مش قادر ان انت في عندك مشاكل مثلا او حاجة مش قادر ان انت تحلها. المهم ان الشكرة الرابعة يعني زي ما تقولوا كده انت تعبان عاطفيا، وكمان تعبان جسديا بالنسبة للقلب، يعني عندك توتر، عندك اجهاد مش متزن. كمان انا شايفة انه في حقد، في طاقة حقد عندك يا مجموعة رقم واحد. في ناس حاقدين عليك، في ناس اعداء ولابسين وش الحبايب، يعني لابسين قدامك وش الحبايب بس هم بيحقدوا عليك جدا. وكمان جاي لك كارت تاني، هو كارت الحقد والحسد. انت محسود، بلس ان عندك ناس بتحقد عليك كتير، ويمكن ده برضو مخليك في طاقة زطور، ويمكن ده برضو مخلي الشاكرا الرابعة عندك مقفولة ومأثرة عليك جدا. ولكن انت شخص روحاني جدا، ويمكن اجيلك علامات واشارات قريبة جدا من ربنا ان حالك هيتصلح وان حالك هيكون احسن. انت شخص روحاني وربنا دايما معاك، فادعي ربنا كتير الفترة دي، ربنا هيقف جنبك وهيبين لك الناس اللي مش كويسة، ويبعد عنك الناس اللي بتحقد وبتحسد دي. تمام. طيب عندي برج العقرب، وعندي برج الاسد، وعندي برج القوس، وعندي رقم واحد ورقم خمسة ورقم 26 و25. اوكي. طيب تعالوا بقى نشوف نبذة كده سريعة عن طاقة الشخص اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. طاقة الشخص اللي مجموعة رقم واحد بيفكروا فيه دلوقتي، طاقته عاملة ازاي؟ ده بيفكر فيك برضو، يعني انت يمكن بتفكر فيه وحطه في بالك دلوقتي، وهو كمان بيفكر فيك. شايفه ان عنده احتفال، يمكن هو دلوقتي مثلا بيحتفل ان هو اترقى في شغله، بيحتفل باي حاجه تخصه، في عنده احتفال او في عنده مناسبه. تمام. شايفه ان هو دلوقتي في طاقه كتمان للمشاعر، يعني هو عنده مشاعر ولكن كاتمها. كمان شايفة ان هو في طاقة انجذاب ليك، يعني هو منجذب ليك، بيفكر فيك، وعنده كتمان للمشاعر دي في الفترة الحالية، وعاوز يعمل حاجة او هيعمل حاجة تخص علاقتكم الفترة دي، او يمكن هو عمل حاجة الفترة دي تخص علاقتكم، او يعني هو يا بيفكر يا اما عمل حاجة. تمام. لان ده كارت واحد، فيمكن عمل حاجة قريبة او هيعمل حاجة قريبة تخص علاقتكم. اوكي.
ولكن أنا شايفاه الطاقة الحالية هو في طاقة انجذاب ليك وفي طاقة مشاعر، ولكن كتمان لهذه المشاعر بيفكر فيك على طول وبيفكر في العلاقة ما بينك وما بينه واللي كان، زائد إن هو عنده احتفال، يا احتفال يخص مثلا حد من قرايبه من صحابه أو هو ذات نفسه اللي عنده الاحتفال ده في حاجة، يعني حاجة تخصه هو، تمام، والناس كلها شايفين إن هو بيحتفل بالحاجة دي في الفترة دي أو في فترة مقبلة، يعني طاقة قريبة. طيب تعالوا نشوف حالته عاملة ازاي في بعدك عنه. مجموعة رقم واحد، الشخص ده عامل ايه في بعدك عنه؟ طيب اولا كده انا شايفه يمكن البعد اللي حصل ما بينكم انتوا الاتنين يا مجموعه رقم واحد ده بسبب طاقات سلبيه، ممكن يبقى من عندك انت، انا شفت ان في عندك حسد وعندك حقد، وهو كمان يمكن عنده طاقات سلبيه، فالطاقات السلبيه دي اثرت على علاقتكم، تمام. يمكن تفكير غلط، يمكن وساوس شيطانيه خلت العلاقه ما بينكم يعني يحصل فيها بعد، ممكن يكون كمان طاقات سلبية بالسحر أو بالحسد هي اللي أثرت على علاقتكم دي. وهو لحد دلوقتي يمكن لحد الطاقة الحالية لسه الطاقة دي معاه، طاقة الطاقات السلبية لسه موجودة معاه حتى هو بعيد عنك، تمام، يعني وانتوا بعاد عن بعض في طاقات سلبية برضو بتحيطه، زائد ان انت كمان في طاقتك في طاقات سلبية. طيب الشخص ده هو في طاقة بعد عنك ولكن عاوز يتكلم معاك جدا، عاوز يكون في بينك وبينه تواصل، يمكن عاوز يبعت لك مسج او عاوزك انت اللي تبعت له مسج او تتواصل معاه او تتكلمه في تليفون، يعني ايا كان، المهم ان هو عاوز يتواصل معاك جدا بالرغم ان في طاقات سلبية بتأثر على علاقتكم ببعض. طيب انا شايفة ان لو هو بعيد عنك في المسافة فهو على طول عينه عليك وبيراقبك ويبص عليك في فترة البعد اللي ما بينكم دي ولحد دلوقتي، وشايفة اذا كان هذا الشخص غلطان في حقك او انت اللي غلطان في حقه فهو مش عاوز عتاب، يعني الشخص ده غير جاهز للعتاب. 7 of wands ده شخص مش جاهز للعتاب. يمكن لو هو غلطان في حقك فهو عاوز ان يحصل بينكم مثلا رجوع او يحصل بينكم كلام، بس ما يبقاش في عتاب، ما يبقاش في كلام، لا ترجعوا لبعض والعلاقة ما بينكم تتحسن ويحصل فيه استشفاء للعلاقة، ولكن ما يبقاش في ما بينكم مشادات، تمام. كمان الشخص ده بعيد عنك في المسافة، وهو بعيد عنك دايما بيفكر لك او بيفتكر لك الحاجات الكويسة اللي كنت بتعملها معاه، مش بيفتكر الحاجات الوحشة يعني، لا، او مش بيفتكر سبب البعد او القساوة اللي حصلت او كده، هو بيفتكر دايما الاوقات الحلوة اللي كانت مع بعض اللي كنتم مع بعض فيها، اوكي. شايفة ان الشخص ده لو مزعلك، لو مزعلك هو ادرك ان هو مزعلك، تمام، وعارف جدا ان هو اللي عمله او اللي حصل ده ما كانش المفروض انه يحصل، وعارف برضو انه ممكن يكون دي من وساوس شيطانية، اوكي. شايفة كمان ان الشخص ده يمكن يكون بعيد عنك بسبب دخول طرف ثالث العلاقة، اوكي. ممكن تكون انت على علم بالموضوع ده ويمكن تكون انت مش على علم، ولكن الطرف الثالث ده ما كانش يعني بهدف الارتباط او بهدف الحب، ولكن ممكن يكون صديق او صديقة، وانت افتكرت كده او انت حسيت بكده فبعدت، او هو بعد عنك بسبب الشخص ده ما قرب منه، ولما قرب منه يمكن حسسه ببعض الاهتمام، حسسه بحاجة فخلاه يتحول او يتكلم معاك بطريقة مش كويسة. الطرف التالت ده هو مفيش بينه وبينه دلوقتي اي مشاعر. طيب ولو هو انت عارف اساسا ان كان في حد في حياته وكان هو مرتبط اساسا بحد وانت اللي دخلت في العلاقة دي، فالشخص ده
اختار الطرف التاني ومشي معاه، ولكن كل حد بيعمل حاجة بترجع له. الشخص ده لو أذاك، لو ظلمك، لو عمل لك أي حاجة، فالكارما جت عليه. لو أذاك أو ظلمك، تمام، لو أنت اللي أذيته وظلمته فبرضه الكارما هتيجي عليك، أو أساسا ممكن تكون جت عليك. المهم إن اللي بيعمل حاجة أكيد أكيد ربنا ما بيسيبش حق المظلوم. أوكي، طيب لو بدخول طرف تالت، ف يعني لو هو فضل عليك طرف تاني، أو لو سابك، او لو انت الطرف الاول وهو عرف عليك طرف تاني وسابك عشان خاطر الطرف التاني ده، فالكارما جت عليه وحس ان دي كانت وساوس شيطانية وعاوز يرجع العلاقة ما بينك وما بينه تاني، وعاوز العلاقة تبقى فيها استشفاء تاني، وعاوز يتواصل معاك في اقرب فرصة. الشخص ده عاوز يتكلم معاك، عاوز يبعت لك مسج، او عاوز انت تتكلم معاه وتبعت له مسج. اوكي، طيب طيب هل الشخص ده ناوي يكمل في حياته من غيرك، ولا ناوي انه لا بقى خلاص يرجع العلاقة ويتكلم معاك؟ هو عامة هنا في الطاقة طلع ان هو عاوز يرجع العلاقة تاني معاك، ولكن تعالوا نعمل تأكيد. اوكي، الشخص ده متألم في بعدك جدا، قوي يعني، جدا فظيع يعني. بص، جاي لي هنا ذا لافرز، جاي لي هنا التو اوف كابس، وجاي لي في النص التين اوف سورز. هو متألم قوي، وحاسس ان بعدك عنه ده مسبب له متاعب، مسبب له ارهاق، مسبب له قلق نفسي. زي ما قلت لك برضو، الشخص ده بيعاني كتير جدا في بعدك عنه. طيب انا اول كارت طلع لي كارت 3 اوف كابس، وده برضو واكيد بيدل على وجود طرف تاني، او انت عارف ان الشخص ده في حد في حياته تاني. طيب لو انت الطرف التاني، اوكي، فالشخص ده عاوز يرجع العلاقة معاك، ولكن الطرف الاول يكون معاه. يعني لو انت واحدة، لو انت سيدة وانت عارفة ان الشخص ده في زوجة في حياته، او في حد في حياته يعني مرتبط بيه، هو عاوز ان هو يرجع العلاقة معاكي، بس يكون الطرف الاولاني موجود، مش هيقدر يبعد عنه. عاوز يرجع العلاقة في وجود الطرف الاولاني. اوكي، طيب لو انت بقى كراش مثلا، بالنسبة هو ده بالنسبة لك كراش، بالنسبة لك شخص انت معجب بيه، او شخص انت مرتبط بيه ولكن انفصلتم عن بعض، فالشخص ده فعلا فعلا هو مش شايف حياته، او مش شايف ان هو يكمل مستقبله، او يتزوج، او يعرف حد غيرك. هنا جايلي كده وهنا جايلي كده، هو في النص تعبان جدا جدا. فلو ده شخص انت مرتبط بيه او شخص معجب بيه، وانت عارف ان مفيش حد في حياته دلوقتي، او مش حد في حياته دلوقتي يعني، انت عارف او ما كانش سبب الانفصال ما بينكم هو وجود طرف تالت، اوكي، فالشخص ده هو عاوزك وعاوز يكمل العلاقة معاك مرة اخرى، مش عاوز يسيبك لا ويكمل حياته، لا ده هو عاوزك جدا. طيب الله، بيفكر فيك جدا الشخص ده، وعاوز بداية معاك قريبة جدا. يعني الشخص ده ممكن قريب قوي قوي قوي، يعني يبعت لك رسالة، أو يتكلم معاك، أو يقول لك إن هو يديله فرصة، أو ترجعوا لبعض مرة أخرى. أو لو أنت اللي غلطان في الشخص ده، يعني أول ما أنت تبعت له مسج هو هيوافق وهيرجع لك على طول. يعني اللي هو مستنيك، بس مستني بس إن أنت إيه تتكلم معاه أو تحاول معاه مرة تاني. أوكي، لأن هو دائم التفكير فيك، بيفكر فيك على طول، وعلى طول هو بيراقبك، حتى لما بيجي ينام الشخص ده تبقى انت اخر حاجة بتيجي في باله. طيب تعالوا كده ناخد كروت رسائل. الشخص ده من جوه قلبه عاوز يقول ايه؟ بص اهو، بيقول لك اريد ان اصلح كل شيء بيننا، عاوز يصلح كل شيء ما بينكم انتوا الاثنين، عاوز يكون في اصلاحات وتعويض.
كمان بيقول لك بدأت أستمع إلى صوت دليلي الداخلي، يعني صوت قلبه الداخلي، صوت دليله الداخلي هو ماشي وراه، اللي هو مشاعره اللي هو عاوزاك، تمام؟ يعني مشاعره جواه عاوزك تاني في حياته، أوكي، وعاوز يصلح كل شيء بينكم من جديد. طيب عامة الشخص ده ممكن يكون برج الحمل أو برج السرطان أو برج العقرب أو برج الجدي أو برج الجوزاء أو برج العقرب تاني أو برج الأسد. طيب في أرقام إيه؟ عندي رقم 4 و6 و1 و6 تاني، ورقم 7 ورقم 8 ورقم 2 و10 و3. ممكن يكون الأرقام دي أرقام هو بيحبها، أرقام تاريخ ميلاده، تاريخ ميلادك أنت، يعني أي حاجة بتربطك وبتربطه، مثلا يوم أنت عرفته فيه، أول يوم أنت عرفته فيه مثلا، أو أي حاجة، تمام. طيب تعالوا كده نخش في مجموعة رقم 2. الناس اللي اختارت حجر الريد جاسبر أو بأول حرف من اسم الشخص، تعالوا نشوف طاقتكم انتوا دلوقتي عاملة ايه. طيب تعالوا نشوف طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي. طاقتك انت عاملة ازاي دلوقتي؟ انا شايف ان اول كارت طلع لي هو كارت الماجيشن، شايف ان انت منجذب جدا جدا تجاه الشخص اللي انت بتفكر فيه دلوقتي، يعني عندك طاقة انجذاب كبيرة قوي. يبقى اول حاجة انت في طاقة انجذاب لهذا الشخص، منجذب ليه جدا، تمام. تاني حاجة انت في طاقة الـ 8 of swords، يعني انا شايفه يمكن من ساعه ما انتم فصلتوا عن بعض وفي بينكم دلوقتي بعد، وانت واقف في مكانك، يمكن مش عارف ان انت مثلا تكمل حياتك، مش عارف ان انت تشوف مثلا حد تاني او ايا كان، يعني انت واقف في مكانك مش عارف تطلع من الطاقه دي، وحاسس ان انت يمكن عندك لوم، بتلوم نفسك، بتلوم نفسك يمكن انت عرفت الشخص ده، بتلوم نفسك ان انت وثقت فيه، بتلوم نفسك ان انت كنت مغمض عينك معاه، يعني ايا إن كان انت في طاقة لوم للنفس، تمام. انت منجذب ليه لحد دلوقتي، بس انت برضو بتلوم نفسك ان انت حطيت نفسك في الحتة دي ومش عارف تخرج منها. شايفة كمان لبعض منكم انتوا في طاقة مراقبة، بتراقب هذا الشخص وتتلصص عليه، يعني زي ما تقولوا كده تحاولوا ان انتوا تعرفوا اخباره بس من بعيد لبعيد من غير ما هو ما يعرف، عايز تعرف هو بيعمل ايه او اخباره ايه بس من غير ما هو ما يعرف. طيب كمان انا شايفة ان انت يمكن مش حاسس او مش شايف حد يكون متوافق معاك غيره برضو لحد دلوقتي، مع انك بتلوم نفسك بس برضو حاسس ان انت مش قادر تتوافق مع حد، او مفيش حد مثلا بيفهم دماغك زيك، في ما بينكم لينك متصل، مفيش الكلام ده. طيب شايفة ان انت هتبتدي او ابتديت حياة جديدة او تدي نفسك فرصة جديدة، يمكن ابتديت ان انت تحاول تنسى هذا الشخص او تطلعه بره حياتك خالص، و يعني تبتدي بقى حياة جديدة من غيره، تمام. طيب ولكن انت حالتك النفسية صعبة قوي، انت في طاقة تطور، انت تعبان، حاسس ان يمكن مفيش حاجة مثلا في حياتك كويسة، مفيش علاقة عاطفية بتكمل، حتى الشخص ده مثلا وثقت فيه وموضوع بينكم برضو ما كانش كويس، يعني او كنت حاطط امل فيه، او كنت مثلا بتقول ان الشخص ده غير الناس اللي بنشوفهم دلوقتي وطلع زيهم، تمام. طيب فانت دلوقتي برضو حالتك النفسية مش كويسة، يعني في حالة نفسية صعبة لمجموعة رقم 2.
واو، في عندك احتفال، في عندك احتفال، يعني ممكن الاحتفال ده ممكن ان انت مثلا حاجة تخص العمل او احتفال او زواج مثلا حد قريب منك او ايا كان، المهم. بس انا شايفة يعني بالذات بشوف الشخص ده ان حاجة تخصك انت، لان بص الشخص ده هو اللي واقف على الحصان والناس كلها بتتفرج عليه والناس كلها فرحانه له وهو فرحان وبيفرح الناس بيه. فانا شايفة ان في احتفال قريبا جدا جدا من مجموعة رقم 2 في الطاقة بتاعتهم، تمام. كمان شايفة كارت التين اوف كابس، انت من جواك شخص عاطفي لأبعد درجة، شخص عاطفي، وأقل حاجة بتأثر فيك، ويمكن عشان كده نفسيتك في طاقة زطار، نفسيتك منهارة بسبب عاطفتك الزيادة، بسبب إحساسك الزيادة أو الزايد عن حده. يعني انت شخص حساس جدا وبتتعب من أقل حاجة، تمام. طيب تعالوا نشوف كروت الانرجي ونعرف برضو طاقة مجموعة رقم 2 عاملة ازاي. في انتصار جايلك يا مجموعة رقم 2، تنتصر على حاجة، في احتفال، في حاجة هتفرحك. طاقة مجموعة رقم 2، انت في انتظار حاجة، انت منتظر يمكن الشخص ده يتكلم معاك، في انتظار ان الامور بينكم تتصلح، في انتظار عمل، في انتظار مال، في انتظار اي حاجة، بس انت دلوقتي في طاقة انتظار مستني حاجة، تمام. كمان جايلك وفرة مادية وارتياح مادي رائع الفترة القادمة يا مجموعة رقم 2، يمكن اموال ما كنتش عامل حسابها قادمة اليك، تمام. كمان لو انت من النوع اللي بتفكر كتير وبتحلم كتير وبتبني قصص في خيالك، فيعني بطل الموضوع ده شوية، يمكن الموضوع ده اللي جايب عليك النفسية اللي مش كويسة اللي قصادي دي. فلو بتحلم كتير او مش بتحلم اللي هو تنام تحلم، لا اقصد ان انت يعني بتقعد مع نفسك كده تحلم وتتخيل حاجات، وممكن الحاجات دي ما تحصلش، وممكن الحاجات دي تأثر على نفسيتك من غير ما انت ما تشعر. فبلاش الاحلام والتوقعات السلبية والكلام اللي زي ده، تمام. طيب ممكن تكون انت من برج الجوزاء، ممكن تكون من برج العقرب، ممكن تكون من برج الحمل، اوكي. عندك رقم 8 و7 و2 و10 و6 و1، في ممكن يبقوا تاريخ ميلادك بقى، رقم انت بتحبه مفضل عندك، رقم بتشوفه على طول يعني. طيب تعالوا بقى نشوف طاقة الشخص اللي انت بتفكر فيه مجموعة رقم 2. تعالوا كده ناخد نبذة بسيطة عن طاقته دلوقتي. ده يا عيني منهار، ده تعبان جدا، ثقة الشخص اللي انت حاطه في بالك تعبان اوي 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 اوي، تمام. في طاقة التين اوف سورز، يعني جسديا ونفسيا هو على الاخر. هو في طاقة مراقبة، بيراقبك، ويمكن بيبعت لك رسائل عن طريق التخاطر، يمكن بيعمل لك تخاطر، بيعمل لك مثلا جذب، بيعمل لك حاجة. ف يعني الشخص ده بيحاول ان هو يتخاطر او يبعت لك رسائل عن طريق الروح، تمام. هو في طاقة انجذاب رهيبة ليك، هو منجذب ليك جدا جدا، ويمكن قريب قوي ناوي ان هو يتكلم معاك او ناوي ان هو يعمل خطوة ناحيتك، لان كارت الايس اوف وندز اهو طلع، فهو في بداية امر هيطلع اهو من طاقة الزعل اللي فيه او طاقة النفسية المتحطمة دي لبداية. طيب هو دلوقتي برضو بيبعت لك في طاقات انجذاب، تجاذب، انت تبقى منجذب ليه، يمكن يعمل لك تخاطر يعرف الكلام ده، بيحاول مثلا يخليك تكلمه، يعني ايا كان. طيب شايفه ان هو بيبص عليك جدا، حتى لو الشخص ده انت متعرفش عنه حاجه، بس هو بيراقبك وبيبص عليك قوي. انت بالنسبه له مصدر للدفء، مصدر للسعاده، مصدر للفرحه في حياته. فهو زعلان، هو متضايق، هو تعبان، ولكن انت بالنسبه له مصدر الفرحه والسعاده، وانت بالنسبه له يمكن التوأم الروح،
او طاقم شعلة، يعني في بينكم علاقة قدرية وهو حاسس بكده وانت حاسس بكده، دي في الطاقة بتاعته دلوقتي. طيب تعالوا نشوف الشخص ده حالته عاملة ازاي في بعدك عنه. حالته عاملة ازاي في بعدك عنه؟ الله الله، طيب بصوا الشخص ده لو انت سبته علشان خاطر علاقة تانية، يعني مش انت اللي سبته عشان علاقة تانية، يعني الشخص ده دخل حد في حياته، اوكي، وانت سبته عشان الشخص ده دخل في حياته، عرفت ان هو بيخونك، فعايز اقولك ان الشخص ده لسه معاه الطرف التاني، هو في بعده عنك دلوقتي بيفكر فيك، بيبعتلك طاقات تجاذب او تخاطر، بس لسه هو معاه الطرف التاني، تمام؟ لو انت سبته بهدف او بسبب دخول طرف تاني في علاقتكم، او بسبب ان هو فضل الطرف الاخر عنك، فهو لسه معاه هذا الشخص الطرف التاني، بس بيفكر فيك، يعني هو بيفكر فيك وبيعمل لك تجاذب وتزعلان وتعبان وكل ده، بس معاه الطرف التاني. طيب الشخص ده حاسس وعارف ان لقائكم قدر او مقدر، او بعدتوا عن بعض برضه هتبقى في محطة للقاء وهتشوفوا بعض تاني، يمكن هو حاسس او عنده ايمان من عند ربنا او احساسه الداخلي بيقوله كده، ان هيكون في بينكم لقاء تاني وهيكون في بينكم علاقة تانية حتى لو انتوا بعاد عن بعض دلوقتي. طيب يعني حتة اللقاء او حتة العلاقة المقدرة دي لجميع الطاقات، تمام، بس حتة العلاقة الثلاثية دي بس عايزة اقول لكم ان هو لسه مع الطرف التاني، يعني هو ما سابش الطرف التاني. انا هنا كنت بقول الله، كنت بقول الله على اساس كارت الويل اوف فورشن ده، يعني بالرغم ان ممكن يبقى عنده علاقة تانية ولسه معاها، بالرغم ان انتوا دلوقتي في مرحلة بعد، بس هو عنده احساس داخلي ان انتوا علاقة قدرية، يعني هتكونوا مع بعض في يوم من الأيام، تمام؟ طبعا ده بعد طبعا مشيئة ربنا والتوقيت الإلهي بتاع ربنا. فمهما كان في العلاقة دي مجموعة رقم 2، الشخص ده من جواه عنده إحساس إن انتوا علاقة قدرية، ما تقدروش إن انتوا خلاص كده بقى يعني تمشوا أو كل واحد يبقى مع حد تاني أو كده، لأ، في برضو وقت هتكونوا فيه مع بعض. طيب الشخص ده انا شايفه ان هو عاوز يدافع عن نفسه، او عاوز ان هو يبين لك وجهة نظره، او يعرفك هو مثلا عمل كده ليه، او هو بعد ليه، او هو بقى شخص تاني غير اللي انت تعرفه ليه، ايا كان سبب البعد ما بينكم، هو عاوز يدافع عن نفسه، وبرده الشخص ده عاوز يعمل خطوه، يعني هنا عاوز يعمل خطوه في طاقته، وهنا برده عاوز يعمل خطوه وهو بعيد عنك، تمام. الشخص ده انا شايفه لطاقات كتير منكم ان هو بعيد عنكم في المسافه، يعني هو في بلد وانتوا في بلد، وبالرغم ان في بعد ما بينكم انتوا الاثنين، ولكن انتوا الاثنين متصلين ببعض وانتوا الاثنين مع بعض، سواء انت او هو في عندكم احساس داخلي ان انتوا مع بعض، تمام. حتى وهو بعيد عنك هذا الشخص هو حاسس ان هو قريب منك ومعاك، و في بينكم كده شعور متبادل. يمكن الشخص ده بيجي على بالك مرة واحدة، ولو بيجي على بالك مرة واحدة بيبقى الشخص ده بيفكر فيك أو بيعمل لك طاقة خاطر، يعني خاطر معاك. طيب الشخص ده في بعده عنك محتاجك جدا في حياته، عاوز ان هو يكون معاك، عاوز يقرب منك، عاوز ان يكتمل العلاقة ما بينكم، شايف ان يمكن في عوائق في العلاقة دي، هو عاوز ان العلاقة تكتمل ما بينكم انتوا الاتنين مرة اخرى. طيب تعالوا نعرف بقى الشخص ده ناوي يعمل ايه او خطوته الجاية، هل هيكمل كده ولا هل هيبقى عاوزك في حياته مرة تاني، هل قادر انه يكمل ولا لأ، عاوز انه يكون معاك مرة اخرى. بصوا عامة شايفك ان انت حاجة مختلفة، يعني شخص مختلف، شخص فيه كل الميزات اللي هو حبيبها او شخص كان بيتمناه من زمان، ولكن برضو هنا بقول ان العلاقة دي فيها عائق بيمنع وصوله اليك او وصولك اليه، يبقى هو شايفك ان انت شخص مميز في حياته ولكن الوصول اليك صعب، تمام.
طيب، او يمكن انت ظهرت في حياته في الوقت الغلط، او يمكن هو ظهر في حياتك في الوقت الغلط، يعني في حاجة كده ما بينك وما بينه بتمنع يمكن انك تكون معاه في الوقت الحالي. طيب اوكي، بصوا لو لاحظتوا هتلاقوا مجموعة رقم 2 في خطوات 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 كتيرة، يعني هنا طلع في الطاقة Ace of Wands، وطلع في حالته في بعدك عنه Ace of Swords، وطلع هو عاوز يعمل ايه Ace of Cups، يعني الشخص ده مبينها لك كده اهو، بيقولها لك ومبينها لك انه هو عاوزك وعاوز بداية جديدة معاك في كل كروته. تمام، طب عاوز بداية جديدة معاك لان هو بيحبك، ولأنه هو شاعر بوجود تواصل بينك وبينه، تواصل روحي، ولأنه هو بيشعر بالسعادة، أو يعني أنت لما بتكون جنبه بيشعر بالسعادة وبيشعر بالفرح، وكمان في بعدك عنه في تواصل وفي لينك ما بينكم أنتوا الاتنين. طيب الشخص ده عايز يعمل ايه او هيعمل ايه؟ انا شايفه ان في فرحه، يعني يمكن قلت لك مش عارفه في طاقتك او في طاقته ان في فرحه لمجموعه رقم 2، مش عارفه كان في طاقتك او في طاقته هو، بس تهيألي في طاقتك انت. طيب يمكن الفرحه دي هتكون بدخول هذا الشخص حياتك، او انه يكون في بينكم علاقه ويتقربوا من بعض اكتر. طيب الشخص ده سؤالنا هنا هيعمل ايه، او هو هيكمل حياته بيك ولا لا؟ طلع لك ان هو هانجد مان، الشخص ده يعني واقع في حبك وقعة صعبة قوي، مش هيقدر ان هو يبعد عنك، او مش هيقدر ان هو يكمل حياته من غيرك. في فرحة مع الشخص ده، او هو ناوي ان هو يكون في بينك وبينه فرحة، فشايفة ان في فرحة بينك وبين الشخص ده. شايفة كمان ان لو في فترة ما بينك وما بينه ما بتتكلموش مع بعض، فهو كان فيها في غموض، انت مش فاهم في ايه، او هيعمل ايه، او عاوزك او مش عاوزك. تمام، لو انت لسه سايب الشخص ده وهو سايبك، يعني في بينكم انفصال قريب، فالشخص ده في فترة كده هيقعدها في غموض، وبعد كده هيرجع لك وهيرجع ايده بيمدها لك، وهيبين لك ان هو فعلا متعلق بيك ومش هيقدر ان هو يكمل حياته من غيرك، وهيقول لك مثلا ان هو عاوز يكون في بينكم علاقة، او يكون في بينكم خطوبة او زواج او ايا كان، لاني شايفة في فرحة وهو ناوي على الفرحة معاك. طيب تعالوا كده برضو ناخد الكروت التانية دي. الله، لو في بينكم بعد الشخص ده هيقرب، لو في بينكم حتى بعد مسافات، طلع لي كارت الورلد اهو، ولو في بينكم بعد مسافات الشخص ده هيجيلك هيكون معاك. اوكي، كمان شايفة كارت الجادجمنت، هيكون في تعويض الهي او في عدل من عند ربنا. ولو الشخص ده مثلا انت كنت حاسس ان هو ظلمك، او حاسس ان هو جه عليك، او ايا كان، الشخص ده هيرجع لك وهيعتذر لك وهيتكلم معاك، وهيقول لك ان هو متعلق بيك ومش قادر ان هو يعني يبعد او يكمل حياته مع حد تاني. وبالنسبة للعلاقات الثلاثية، الشخص ده برضو هيرجع لك وهيتكلم معاك، وهيقول لك ان هو ممكن يكون هو راح مع الشخص التاني، ولكن هو في طاقة زعل ان هو بعيد عنك، او لما بعيد عنك حس بطاقة الزعل دي. اوكي، في تفكير فيك، يعني الشخص ده بيفكر فيك على طول، وبيتمنى ان يكون جنبك دلوقتي في الطاقة الحالية. تعالوا كده ناخد كروت رسائل من قلبه. انا وحيد جدا بدون وجودك في حياتي، هو بيقول لك كده، انا وحيد جدا بدون وجودك في حياتي. هو في عزلة وانت بعيد عنه، حاسس ان هو في عزلة وان هو وحيد جدا. بعدين كمان بيقول لك تفتقد حياتي للإثارة ولا ترضيني، اريد شيئا مختلفا، انا اشعر بالملل. يعني هو دلوقتي حاسس بالملل، حاسس بالعزلة، حاسس ان هو وحيد، مفيش في حياته حاجة جديدة. حتى للعلاقات الثلاثية، الشخص ده يمكن يكون هو مع الشخص الآخر أو الطرف الآخر، ولكن حياته تفتقد للإثارة، هو مش فرحان، هو حاسس إن هو وحيد، وحاسس إن هو في عزلة من غيرك. طيب ممكن يكون أنت أو الشخص ده من برج الجوزاء، أو برج العقرب، أو برج الدلو، أو برج السرطان، أو الميزان، أو الحوت. ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء اوكي، او الاسد. كمان عندي ارقام ايه، عندي رقم 1 و3 و10،
ورقم 1 و7 ورقم 6 و1 تاني ورقم 6 تاني. اوكي طيب تعالوا بقى نخش على الناس اللي فازوا معانا القراءة اللي فاتت، تعالوا نجاوبهم. نجاوب الناس اللي فازت معانا القراءة اللي فاتت، وكمان لو انتوا عاوزين تفوزوا القراءة اللي جاية أول ربع ساعة من نزول الفيديو اعملوا كومنتات كتيرة، وأكتر 2 هيعملوا كومنتات هيكونوا معانا الفيديو اللي بعديه. نشيل بقى كده عشان نعرف نزول قراءات مجانية. مشاعر ماركوس تجاه لين دالو، مشاعر ماركوس برجل دالو تجاه لين برجل دالو، مشاعر ماركوس مشاعر ماركوس برج الدلو تجاه لين برج الدلو. ده هو يعني الكروت عمالة تقع مني، هو شكله شخص غامض جدا. طيب تعالوا نشوف مشاعر ماركوس ايه تجاه لين برج الدلو، يا ترى مشاعره ايه. اوكي بصي، مشاعره من ناحيتك انا شايفه ان هو في اعجاب، ولكن هذا الشخص يمكن يكون مرتبط، هو دلوقتي في علاقه، يا علاقه زواج، يا علاقه خطوبه، يا علاقه ارتباط، ولكن علاقته مع الطرف الثاني مش كويسه، فيها مشاكل على طول. اوكي من ناحيتك انت شايف ان هو او شايفه ان هو يعني في اعجاب، حاسس ان هو معجب بيكي او في كده مشاعر استلطاف. اوكي ولكن هو حياته في طرف تاني فيها، والطرف التاني ده تعبه، ولكن التعب ده يعني مخليه على طول في طاقة حيرة وتردد، ومش عارف هو يعمل ايه في حياته، ومش عارف يتصرف ازاي بسبب الطرف التاني ده. الطرف التاني ده تعبه في حياته يعني، ولكن بالنسبة لك انت مشاعره ايه؟ في مشاعر استلطاف، في مشاعر اعجاب. اوكي وشايف ان انت انسانة رزينة وعاقلة او انسانه يعتمد عليها. اوكي طيب نظره محمود لحبيبه، يا ترى محمود بيشوف حبيبه ازاي؟ نظره محمود لحبيبه برج الجد، نظره محمود لحبيبه. بصي هو بيشوفك انسانه عقلانيه جدا، وانسانه يعني بتمشي بالمبدا او بتمشي بالحكمه او بتمشي بالدماغ اكتر من القلب، هو بيشوفك دايما كده. طيب بيشوف معاكي ان ممكن يكون في سعاده، في خطوبه، في استقرار، يعني هو بيشوفك في الموضوع ده، شايفك في حته الاستقرار، شايفك في حته الخطوبه، حته الارتباط، ولكن بيخاف جدا من كبت الحريه. يعني هو معجب بيكي او شايف انه ممكن يكون في بينكم علاقة كويسة جدا، وان انت من العلاقة دي ممكن يعني تنسيه حاجات قديمة لو علاقات قديمة فاتت في حياته وتعبته، ممكن تكوني مصدر جديد او مصدر حلو جدا او بدايات حلوة جدا لحياته العاطفية، ولكن هو بيخاف جدا من انه يكون انت تحبسي حريته، او الارتباط بالنسبة له يعني كبت وحبس للحرية، فشايفك في كل الحاجات دي، بس يمكن ما بياخدش خطوة تجاهك بسبب ان هو بيخاف من حبس الحرية، او بيخاف ان يكون ملتزم بمشاعر، بارتباط، بزواج، بخطوبة، يخاف من الالتزام. تمام ولكن هو شايفك حلو جدا يعني، وشايف ان انت بدايات حلوة قوي دي. اوكي ماشي كده انا خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت عليكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، تكتبولي بتتابعوني منين وعايزين قراءات ايه الفترة الجاية، ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب هتلاقوه دايما عندكم تحت في الديسكريبشن بوكس. وباي باي.